أيها الكرام، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. ما يخفى على حضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كافة الوسائل المتاحة في عصره، استخدم الشعر كوسيلة للدعوة، استخدم الخطابة، استخدم الوعظ، استخدم الرسائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض، كان يضرب لهم الأمثال، يتنوع بالأساليب، هذه متاحة. اليوم نحن عندنا لجان، وليسمع أهلنا في محافظة نينوى أن الخطيب لا يقتصر فقط على الدعوة إلى الله، بل نحن اليوم نشارك أفراح مدينتنا ونشارك أحزان مدينتنا. ما تعانيه مجتمعاتنا نتيجة للمشاكل الكبيرة التي فيها أننا لا نقدر ذواتنا، وبالتالي كثيرا ما نجلد هذه الذات، كثيرا ما ننتقم من هذه الذات. أدري بأني من جنابك في هدى، وبنور هديك تستنير قلوب، لكنني أجد الحياء يلفني لو كنت أسأل والقصيد يجيب.